للألعاب النارية استغرق 3 دقائق في منطقة لندن آي على الضفة الجنوبية لنهر الثيمز، وبدا دولاب الألفية الشهير على ضفة النهر قلادة من النيران أضاءت سماء المنطقة بالمفرقعات برغم رداءة الطقس التي أفسدت جانبا من الاحتفالات في مناطق بريطانية أخرى. جادة الشانزليزيه الفرنسية كانت محط التقاء البارزيين والسياح الذين تقاطروا إلى المنطقة برغم تدني درجة الحرارة ما دون الصفر. والمشهد من مدينة الضوء ألعاب نارية وسماء أضاءها وهج العياد، ووسط أجواء البهجة احتشد نحو 1 مليون شخص في قلب العاصمة الألمانية برلين في الوقت الذي غمرت فيه الألعاب النارية بوابة براندنبورغ بالأضواء. وبسبب الإجراءات الأمنية لم تكن الساحة الحمراء في موسكو مكتظة بالناس حتى عندما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر شاشة ضخمة الروس بالعيد. وعلى شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو انتظر البرازيليون العام الجديد في إطار استعراض منوع تخللته ألعاب نارية ضخمة. ومن الفاتيكان وجه البابا يوحنا بولس الثاني نداء في المناسبة لقادة العالم طالبا منهم أن يشيدوا معا طرق السلام ونظاما عالميا جديدا انطلاقا من تجربة الأمم المتحدة. وفي لبنان ارتفعت الزينة في معظم الشوارع وأطلق اللبنانيون زميلة تغريد أبو ظريفة. نجدد الشكر للأخ عباس زكي وكل عام وأنتم بخير. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. هذا هو دعاء كل المصلين والزائرين لمغارة بيت لحم، المدينة المكبلة بالحواجز والدبابات والرصاص وجنود الاحتلال. يا لقسوة المشهد، مدينة مقدسة أسيرة، منع وخنق لجميع أشكال الحياة فيها من حركة وعمل ودراسة حتى أداء الصلوات. لم يحدث هذا على مر التاريخ، ولكن نتمنى لكافة الشعب الفلسطيني، لأنه هذا عيد فلسطيني، عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة مليئة بالخير والمحبة وطبعا السلام. وطبعا نأسف في هذه الأيام الذي فيها انحرم أبناء شعبنا الفلسطيني من الذهاب إلى مدينة بيت لحم لأداء الصلوات في هذه الأعياد الميلادية. وطبعا منظر مدينة بيت لحم الذي كان محزنا كثيرا في هذا الحصار وهذا الحرب، فلم يكن هناك أي منظر للفرح والبهجة وأي احتفال ديني، فكانت مدينة حرب ليست مدينة سلام. فنطلب من الله في هذه الأيام أن يعيدها، أن يعيد هذه الأعياد الميلادية المجيدة. وقد تحقق السلام في أرض السلام، وكانت هذه المدينة منبع السلام، وطبعا يكون منظرها منظر محبة وسلام وأعياد مفرحة. إسرائيل الدولة الأكثر ديمقراطية في المنطقة لم تستجب لكل النداءات المتعاقبة من كافة حكومات العالم الروحية والدينية والمدنية بالانسحاب من المدينة وفتحها أمام المصلين والزائرين وإطلاق سراح مواطنيها. لم تستجب لأحد حتى لقداسة البابا. إلا أننا وفي هذا اليوم المجيد، يوم انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، نقول بأن جميع من تعاقب على احتلال فلسطين قد اندثر، والعديد من الطغاة اندثروا، وأن من يسير على دربهم ونهجهم مصيره الإضمحلال. هكذا هو التاريخ يعلمنا بأن الاحتلال لن يطول، وأن كلمة الفصل هي للحق والحقيقة وللعدل والحرية وللخير والمساواة وإلى الأمن والأمان. وهذا هو فكر ومنهج حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، التي استمدت من تجارب التاريخ قوتها. نطلب
نطلب من الله أن يكون العيد القادم وانطلاقة الثورة القادمة جميعا نحتفل في هذه المناسبات السعيدة في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، وطبعا في كنيسة المهد مع رئيسنا وفخر نضالنا القائد أبو عمار. وكل عام وأنتم بخير، ونطلب من الله إحلال السلام وإحلال المحبة في أرض السلام وأرض المحبة، وكما رتلوا في ميلاد المسيح دعونا نرتل لكي يرسل الله لنا السلام. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وكل عام وأنتم بخير. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا اليوم يا ربنا اليوم، واشكرنا ما علينا كما نحن بمن علينا، ولا تدخلنا في الجنة لكن أنجنا من الشرير، لأن لك ويبقى طفل المغارة هو صاحب العيد، سيزوره كل المؤمنين بالسلام من كل بقاع الأرض، وستبقى مدينة بيت لحم الفلسطينية المقدسة رمزا وعنوانا لميلاد ملك السلام بالرغم من كل الانتهاكات، وستبقى بيت ساحور دائما مسرحا لنشيد الملائكة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كل عام وانتم بخير في عيد الميلاد المجيد، اتمنى لكم عيد سعيد لاطفال فلسطين. احنا اللي في ظل الحصار هذا مش في بيت لحم لقضاء الصلوات، فنتمنى في المره في السنه الجايه يكون فك الحصار عشان نروح لقضاء الصلوات في بيت لحم ويظل علينا السلام. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الميلاد المجيد. احنا بنقول لبيت لحم انتم ما قدرتوش انكم تحتفلوا بالعيد لانه بسبب الحصار، وما كانش في بيت لحم انه ولا زينة ولا بهجة في العيد، فبنقول انه كل سنة احنا كنا نروح على بيت لحم نأدي الصلاة، بس السنة هاي مش قادرين نروح لانه في بسبب الحصار، ونتمنى للسنة الجاي نكون انه بدون حصار ونروح على بيت لحم. وكل عام وانتم بخير. نعم اعزائي المشاهدين، في هذا اليوم بالذات نرسل بتحياتنا لكل اهلنا في بيت لحم مسيحيين ومسلمين، تحية لكل مواطني دولة فلسطين الذين يعانون بشكل يومي من غطرسة الاحتلال الاسرائيلي، تحية نبعثها في هذا اليوم المجيد لقائدنا ورمزنا ورئيس دولتنا فقر فلسطين والعرب ياسر عرفات، الذي قال وما زال يقول: طوبى لصانعي السلام، طوبى لصانعي السلام. نشكر الزميلة تغريد على هذا التقرير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. سنتكلم بهذه الفقرة عن التلاحم الديني، حيث أن فلسطين أرض الرسالات السماوية، لم يبقى نبي إلا وخطى بأقدامه الطاهرة على هذه الأرض ليكون مبشرا برسالة ربه، وعلى كامل التراب الفلسطيني بدأت تتكرس ثقافة دينية تبشر بالحب والسلام والتسامح ما بين أصحاب الرسالات، فليس غريبا أن يجتمع المسجد والكنيسة على نفس الأرض، وقد انعكست هذه المفاهيم في سلوك هذا الشعب الذي أحب وقدر أبناءه. منذ مطلع القرن الماضي بدأت بذور الشر تزرع نفسها على هذه الأرض الطاهرة مبشرة بعصر جديد دام كرسه الاحتلال. للحديث على هذا الموضوع وحول التلاحم الديني نستضيف في الاستديو الأب منوي المسلم. أهلا وسهلا بك. فيك. وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. بداية، ما هي أهمية فلسطين كأرض للرسالات السماوية وانعكاسها على الشعب الفلسطيني، حيث أنه شعب محب للسلام والتسامح؟ أعيد رسالة السماء التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها في هذه الأرض، ومن هذه الأرض نبعت ولا تزال تنبع ولا تزال تتدفق وستبقى متدفقة، رسالة السماء المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. واليوم عيد رأس السنة، الكنيسة من عيد الميلاد استقت
يوم السلام العالمي. اليوم تحتفل الكنيسة بيوم السلام العالمي كجزء لا يتجزأ من رسالة السماء إلى الأرض. ففي يوم السلام العالمي وفي يوم عيد الميلاد الذي مضى وعيد الميلاد القادم وانطلاقة فتح وعيد الرئيس والأعياد وعيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك القادم ومسيرة الحجاج الآن الذين يتململون على أرض فلسطين للانطلاق إلى مكة المكرمة. في وسط هذا الزخم الجماهيري أنا باسم المسيحيين والمسلمين سوية، لأني أنا أخوري المسلمين والمسيحيين، أنا ابن فلسطين، أنا أرفع أولا إلى سيادة الرئيس تحية أبناء فلسطين المسلمين والمسيحيين، أنطق بها أنا المسيحي، وأتمنى له ليس مزيدا من الصمود، فصمودنا نأخذه إحنا منا، ولكن نتمنى له أن تبقى على فمه هذه الكلمة التي قالها: وإننا لها لهذه الأرض، متمنيا أن تبقى هذه الكلمة تجلجل دائما في فمك فلا تسقط أبدا من فمك. في هذا النهار، في هذا النهار المبارك، انطلاقة فتح، انطلاقة الشعب الفلسطيني، انطلاقة أو سميها الثورة الفلسطينية الداخلية، المياه الجوفية الفلسطينية التي تخرج إلى أرض فلسطين لتبنيها، لأنه الشعب الفلسطيني الذي يصرخ ويقول ويمشي على أرض فلسطين مطرح أو مكان ما يدوس الشعب الفلسطيني، الأرض تخضر، الأرض تنبت، الأرض تنبت الزهر والضرع، وهذه الأرض كانت ولا تزال تدر لبنا وعسلا حتى وإن مر عليها الجراد الإسرائيلي، ستبقى أرض الرسالات والأرض المباركة وأرض المقدسة والأرض التي تعطي السلام للعالم. أيضا اسمحي لي قبل ما يعني أحكي شيء، تفضل. العيد وعيد رأس السنة وعيد السلام يحملنا أبدا بكل عواطفنا إلى الشهداء وأسر الشهداء الجائعة، يحملنا إلى أسر الأسرى وعائلات الأسرى والأسرى في السجون، إلى أبطالنا القابعين أسود، هو أسود في عينهم، يحملون شهادة لفلسطين، للفقراء والمساكين والضائعين. وأنا أحس في نفسي بمرارة ما يحدث في وطني رفح، يا رفح قلب فلسطين النابض التي تعيش رفح الآن ثورة فلسطين من يوم ما تأسست فلسطين وهي تلاقي هولاك الجديد. يا رفح لك من أبناء فلسطين كل المحبة والتحية، يا أبناء رفح الذين تنامون اليوم في العراء في مغر ولا تجدون لا دفءا ولا حياة رفاهية، إنما أنتم كان وسيبقى شعب فلسطين يمثل ذلك الإنسان المسيح الذي عاش في هذه الأرض طفلا يتألم. اسمحي لي أقول لك هالقصة، أحكي لك قصة صغيرة. في هذه السنة عملوا فيلم في إيطاليا، نعم، وفي الفيلم حكوا شوي عن إسرائيل وعن فلسطين. جريدة لاستامبا الإيطالية رسمت كاريكاتير، والكاريكاتير كان عبارة عن دبابة إسرائيلية كبيرة ضخمة، وأمامها الطفل يسوع يلعب، وكتبوا هذه العبارة: الطفل يقول للدبابة هل تريدون قتلي مرة أخرى؟ هذا ما يحدث لشعب فلسطين. نعم
نحن معرضون للقتل مرة أخرى نعم. على يد التتار وعلى يد هولاكو وعلى يد هيرودس، هؤلاء يعودون إلينا، ولكن الطفل باقي ورسالته باقية وفلسطين باقية بإذن الله. والشعب الفلسطيني سيعيد أيضا عيد انطلاقة فتح، وهي مبايعة للرئيس وكلمة حق تقال للعالم. نعم. إذا أردنا نحن شيئا فهو الذي سيكون. فنحن أردنا ياسر عرفات رئيسا لهذا الشعب وبايعناه. نعم. وصرخنا في وجه العالم، لا شارون ولا بوش ولا أي أحد يستطيع أن ينتزع ياسر عرفات من أمته ويقول لا يوجد في الشعب الفلسطيني شريك لمحادثات السلام. في يوم السلام نقول لأمريكا ولإسرائيل لا يوجد لا في أمريكا ولا في إسرائيل شريك للفلسطينيين في محادثات السلام، لأن السلام نبع من هذه الأرض ومن هذا الشعب، ونحن من سيعطي إسرائيل السلام ويعطي العالم السلام. وإن لم يستجيبوا لنداء فلسطين فلن يكون لهم سلام أبدا. هم لا يستطيعون أن يمنحونا سلاما، نحن من يعطيهم السلام. وإلى مرشدنا وقائدنا الذي قال لنا سلام الشجعان يا أبنائي، يدنا في يدك لتحقيق سلام الشجعان. نعم، صراحة كلمات جميلة نسمعها دائما من الأب مانويل مسلم. ننتقل قليلا إلى العلاقة بين المسجد والكنيسة. ليس غريبا أن نجد المسجد إلى جوار الكنيسة، خير مثال على ذلك كنيسة القيامة التي تقع بالجوار من المسجد الأقصى. كيف ترى هذه العلاقة؟ يا أختي، شعب فلسطين نعم. شعب ضارب في التاريخ، ضارب في الحضارة. المسيحيون في فلسطين ليسوا نتيجة لمبشرين قدموا من الغرب وحكوا لنا عن الدين المسيحي، وامبارح وأول امبارح احنا آمنا بالمسيح. نعم، بالطبع. نحن لسنا ايضا يعني اثنية غريبة عن الشعب العربي الفلسطيني. نحن الغساسنة المسيحيون، نحن شعب فلسطين. مرة كنا وثنيين، فلما أتانا المسيح قبلناه، ولما أتانا محمد الرسول عليه السلام قبلناه، والآن اندمجت هذه الحضارة الواحدة وشعب فلسطين الواحد. هو على مر التاريخ وليد التاريخ وابن التاريخ، ولهذا الصراع الدائر ليس صراعا إسلاميا، هو صراعا فلسطينيا. من قال إنه صراعا إسلاميا محض فهو مخطئ، لأنه لا يتكلم إلا عن جزء من فلسطين. الفلسطينيون كانوا عربا وكانوا حماة للوطن العربي، كانوا شهداء وكانوا علماء وكانوا شعراء وكانوا مبشرين وحملة رسالات، وكانوا مخترعين في هذا الوطن، وبنوا حضارة واحدة لا حضارتين. هذه الحضارة هي حضارة فلسطين، كل واحد منا ساهم في بنائها من جهة. الآن وجدت هذه المسيحية في قلب الوطن العربي أساسا وجذرا. نحن عرب ولسنا مستعربين، نحن أبناء هذه البلاد، جذورها لنا، نحن في جذورها أصلا. أرضنا، أنت حكيتي عن المسجد وحكيتي عن الكنيسة. نعم. استني أنا أحكي لك. أيضا أرضنا واحدة، أرضي بجانب أرضك، نعم، وبيتي بجانب بيتك، وصلاتي بجانب صلاتك، نعم، وأنا بجانبك. والاحتلال طردني أنا وياك سوا، وأنا أطالب بحق العودة أنا وإياك سوا،
وأنا أقف وإياك بجنب الجدار الفاصل، وأنا وإياك نبحث عن هدمه. نعم. سوا، وأنا وإياك نبحث عن حريتنا سوا. هذا الدين المسيحي المتواجد على أرض فلسطين هو جزء من حضارة فلسطين لا يتجزأ، سموها فسيفساء أما أنا بسميها قوس القزح الجميل لأنه فيها جميع الأرض. يعني أبنى أنت ترى هذا التلاحم واضحا وجليا بين المسيحيين والمسلمين. أنا أعتذر منك لضيق الوقت، حديثك لا يمل، نشكرك على حضورك، وننتقل الآن مشاهدينا إلى استديوهات الأخبار لنقل نشرة الأخبار، وشكرا لكم. عندما انطلقنا يعني احنا بنقول الفلك شو مع شو بيتزامن، مش عم نقول رح يصير هيك، ما حدا بيعرف شو رح يصير، بس بنقول انه هيدا الوضع دائما يفسر بهالطريقه، في محاكمات رح نتفاجئ فيها، بيحاكموا ناس ما بحياتك بتفكر وممكن يحاكموه لانهم كثير نافذين. تكشف عمليات غش وتزوير وخداع، في سجن وعمليات انتحار، شهر آب بيهدد بهالموضوع، والمناطق يلي ممكن تكون مهددة واسعة، الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الدول الإفريقية وبعض الدول العربية، المغرب، تونس، الجزائر، المملكة العربية السعودية، مصر وتركيا، أستراليا واليابان، في عندك سويسرا، بلجيكا وإيطاليا، والصيف حار جدا حتى في فرنسا تحديدا باريس. هيدي المناطق يلي اكثر شيء مهدده بتموز واب، عم نعطيكم ايام، مش عم نحكي بالاجمال، بالاجمال فينا انما بس قولي تموز واب ممكن يكون قبل شوي بعد شوي. طب هالشيء بينعكس على الابراج يعني على كل برج لوحده، ولا هي بتكون توقعات عامه لسنه كل الابراج؟ هلا هي توقعات عامه بالاجمال، انه هي فتره دقيقه وصعبه، عاده بس تكون الشغله صعبه على البعض تكون صعبه على الباقيين، لان كلنا نحن نتفاعل بيتاثروا ببعضهم. يعني ما فيك تقولي انه اذا بس اذا ثلاث اربع ابراج عندهم وضع صعب، مش ممكن يكون صعب على الكل، طبعا في ناس اخف من ناس ثانيين، ومصائب قوم عند قوم فوائد، هيك بالابراج بحال في مواقع فلكيه، بس يكون في كوكب موجود في برج معين رح يشوف. هلا شايف انه بالجوزاء عنده فينوس قاعد اربع اشهر هالسنه استثنائيا، قاعد اربع اشهر من نيسان لآب، رح يضل كوكب الحب فينوس بالجوزاء، هل هو منيح على الجوزاء او مش منيح رح نشوف، رح نتوسع فيها. لا بيكون منيح على بعض الناس، اذا منيح على الميزان هالفتره منيحه على الميزان، انما مش كثير منيحه على القوس اللي هو مربع او برج الجوزاء او على الحوت العقرب. نعم، وبالنسبه للبنان قبل ما ندخل يمكن بخانه الابراج اللي رح نتوسع فيهم بحلقتنا، بالنسبه للبنان تحديدا شو بنقول؟ ما قلنا لحلك حتى نكون نحن موضوعيين، لبنان بالفلك محطوط بخانه الحمل، مش بس لبنان، لبنان والمحيط، دول المحيطه فيه، سوريا، الاردن، فلسطين، كلنا نحن بالمنطقه جغرافيا اذا بدك فلكيا هي الحمل. فتره دقيقه بنيسان ب 19 نيسان لان في كسوف، بس الكسوف جزئي منه كسوف كلي مثل رح نشوف بعدين، خسوف الكلي باربع ايار اللي رح يكون على العقرب. بالحمل بنيسان في عنا كسوف جزئي، لبنان والمنطقه ممكن تكون تتاثر بهالكسوف الكلي اللي موجود هون صفحه 9. البلدان المهدده فيها هي يعني يلي ممكن تكون اكثر تاثرا بهالوضع هي لبنان، سوريا، الاردن، فلسطين، بريطانيا، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، الجزائر، تونس، الصين، اليابان، كوريا وكندا. هيدي المنطقه فيها بعض الاوضاع والكوارث الطبيعيه والاوضاع السياسيه الصعبه مثل العواصف، فيضانات، سنه في كثير ماء، سنه الماء كمان سنه والفيضانات، مشاكل زراعيه وصحيه واقتصاديه، ممكن يصير في ثورات ضد بعض الحكومات، انقلابات بشكل مفاجئ، عنيف ونزاعات ومواجهات. هيك نفسر الوضع الفلكي، مش ضروري يصيروا يكونوا 100% رح يتبنوا، بس هو الاشياء عامه يعني وقت تحكي مثلا عن هون احداث تاريخيه او صدمات وانهيارات،
دائما بيصير في يعني امور بتحصل ببلدان او محاكمات. اكيد هلا اذا بيجي بقول لك لا محاكمات عم بقول لك بتموز وقال نعم محاكمات لنافذين هيك اليوم بتشوفيها؟ لا بس باي منطقه صارت مع كلينتون مره يعني نعم بس وين؟ كثير نافذين بحكمون انتبهي يعني تحديد هالاحداث قلت وين؟ عم بقول لك اي بلدان اكثر شيء معرضه بهالوقت بالولايات المتحده ان الدول العربيه مثل الجزائر المغرب تونس السعوديه مصر بكل هالبلدان هدول المناطق الاكثر تاثرا بتموز واب في مناطق مؤثره اكثر طبعا ما فيك تاخذيها يعني خلص هيك انا بعطيك مش منزله يعني طبعا طبعا هي توجيهات هي احتمالات يعني بعطيك احتمالات احصاءات بالعالم بتعرفي انه الاحصاءات علم بس تقولي انه هالدواء مثلا فيك تاخذيه لانه بس عنده احصاءاته هالدواء نفع 75% بالتجربه يعني هذا دواء مهم مفيد. جدا نعم. مهم جدا هذا احصاء كبير في الفلك هو احصاءات علم احصائي قديم جدا بيقول لي كل مره كان الفلك كان الوضع الفلكي مشابها لهذا الوضع حدثت امور من هالنوع نعم. بالكسوف والخسوف انا براقبهم يعني براقب الكتاب كل السنه لو بدي احط كل اللي صاروا حسب الكتاب كنت بتشوفي انه الاحتمالات او يلي صار كثير احداث كثير مناسبه ومتوافقه مع الوضع الفلكي. نعم. في مره سمعنا باكسيدان سيارات كثير حوادث سير، حوادث سير وماتوا فيها شباب هلا بالصيفيه مؤخرا كانت في كسوف فتره خسوف وقلنا خسوف كلي. نعم. هالخسوف اللي بياثر قبل شهر وبعد شهر نعم بيكون على بعض الابراج، حاولت اعرف برجة. الشباب يلي توفوا من اي برج وكانت الاجوبه مثيره يعني كنت تقريبا اعرف ايهم اكثر شيء عليهم الكسوف والخسوف مش يعني كل الناس يلي بهالبرج رح يصير لهم هيك بس معرضين اكثر بس هن اكثر معرضين اذا حدثت هذه الامور خاصه الناس المحرضين اكثر الناس اللي بتضوا اكثر فينا نتجنبها هالاشياء فينا نتجنبها فيك تتجنبي يعني احنا اذا فتحنا هالكتاب وكنت منبهتينا انه بهالفتره رح يصير في مثلا مثل ما قلتي كسوف كلي او رح يصير في مشاكل اذا حدا عنده سفره ما بيسافر انا مره ما طلعت من البيت كنت عم شوف درست دراسه كمان شخصيه نعم. لقيت انه النهار كله بده يكون في هيدا حاولت اني اتجنبها طبعا فيك تتجنبي لانه هيدا ما شيء حتمي ما شيء بده يصير هيدا توجهات بنقول انه هذه الفتره دقيقه نعم. انتبه من بعض المضللين مثلا او المخادعين اذا انتبهتي وما خليتي هالتضليل يوصل لعندك بتجتزيها تتجنبي طبعا نعم. في امور مذهله انا بكون عم بقرا ويا ريت بقدر ان بس اقول تجربه الشخصيه او تجارب الناس اللي هني مرقوا وهن بيخبروني بيقولوا لي قلت لما تظهروا من البيت ظهرنا صار معنا هيك قلت لهم اشتروا كتابين كتاب للبيت كتاب السياره حتى لا نسيوا لازم واحد للمكتب يعرفوا للعقود نسي شو عنده بقى صارت بتصير امور وبيعطوني اياها وحتى اكثر المقربين اللي كانوا بالاول يسيروني بالكتاب بتعرفي ناس ما بدهم يصدقوا هلا اول ناس بيفتحوا التيب وبيلتزموا فيه وبيشوفوا شو بيركضوا بيشتروه اوقات بيزبطوا مشاريعهم حسب الكتاب ما تتصور انه احنا عندنا كذا بدنا ننتبه في شخص كان مشكك جدا قال لي ما راح اخذ موعد بهالوقت راح اخذه بعد 17 لانه احسن لي حسب وزبط بعد 17 كان احسن لي نعم عم خبركم شيء واقع طب ما اجي للتلفزيون واقع للمشككين بهالموضوع شو بتقولي يعني ما في شك انه في كثير ناس بركي بيهتموا لهالموضوع والدليل بركي مبيعات الكتاب اللي بعرف انه يمكن هلا عم تضطروا انه ترجعوا تنزلوا بركي نسخات جديده واصدارات جديده بس ما بيمنع انه يمكن في ناس ما بحبوا يسلقوا بهالاشياء شو بتقول لهم انا اول من كان مشككا انا وقت بلشت ادرس هالموضوع ما كنت يعني مصدقه هيك الامور انه شو بيقول لي الدرج خاصه بتعرف بحطوا لك وقت هيك تسلوا بالوسائل الاعلام مجلات الدرج هو انتبه مدرج هو الى اخره منا شغله جديه لما بلشت لما شخص عرف شو برجي حذر برجي وقال لي هذا علمي وشخص رجل علم يعني منه رجل خفيف التفكير قال لي ما تفكر الموضوع مسرح يعني حاولي انك تعرفي اثار فيه هالفضول انسان ما بده يعرف ما بيعرف بس اللي بده يعرف بيلاقي كثير اشياء بيعرف تعمق الحياه كلها مدرسه وتجربه نحن عايشين بنظام شمسي معين كل شيء بيتبع النظام كل واحد بيكتشف شو هو السيستم بيقرب اكثر من الحقيقه كل واحد بيحاول يعرف شو هو السيستم بيقرب اكثر انه يعرف وين هي الحقائق فيك تقول ما بدي انا صدق هي ما بدي ما بصدق وخلص مش الحال وفيك تقول بصدق من دون ما جرب
بالحالتين انت ما معك حق. مفروض تقول بصدق اذا تاكدت. صحيح. بصدق بشوف، بحاول اعرف، ببحث على المعرفه وبعدين انا باخذ رايي. انا بقول انه 80% من هذه التوقعات تكون تقريبا واضحه. طبعا في 20% لا، مش رح اقول لك انه كل شيء بقوله رح يصير 100%، لا، لانه ما فيك تكتشف هالنظام كله، السيستم كله، في اساس ما بنعرفها. بس يلي المعطيات اللي بايدنا بتسمح لنا نعرف جزء كبير، وهذا اللي حاولت السنه بهالكتاب اني ادرسه، ودرسته بشكل كثير دقيق، يعني بشكل متعب، مشان هيك صار يكبر. كل سنه كتاب بيطلع، كل سنه اكثر. كم صفحه السنه؟ والخط صغير السنه، يعني مع عدد الصفحات الكبير في كمان الخط صغير، يعني تسع اكثر. كان 640 صفحه بالمطبعه، عملوا الالارم انذار 640، صرنا نصغر بالاحرف ونحاول نضيق حتى ناخذ. ماجي فرح، قديش بتآمني بالقدر وقديش برايك في اشياء محتمه ما فينا نهرب منها؟ الحظ وين يعني بحياتنا؟ ليكي، ما بقول انه في اشياء محتمه ما فينا نهرب منها، بقول انه في اشياء اكثر احتمال بهالوقت فيك تتفاديها، وفيك انك تخففي من ضررها او من وقتها. نعم. بقول انه كل ما تعرفي اكثر، كل ما تخففي عنك الضرر. يعني الانسان اللي بيحب يعرف عاده بيقدر يتوقع بكل شيء بالحياه. إذا أنت بتعرف كثير أشياء عن مرض معين، سأب أنك عرفتي عنه، حدا تعرض له لهالمرض، إذا بتعرفي شو هي الحقائق، وين لازم تتفادي، لأنه في تضليل وين ما كان بالحياة. طبعاً. إذا بتعرفي مثلاً أنه كل مرض، ما يسمى المرض النفسي، هو مرض عضوي، هو موجود في الدماغ، يعني مش قصة إذا بقعد بحكي مع الشخص بيغير، اللي معه سكيزوفرينية أو اللي معه وسواس القهري أو اللي معه ديبريشن، هيدا موضوع علمي، موضوع بده دواء، يعني بيتعالج بالكيميائيا مش بغير شيء. بتخففي عني تضييع وقت بمواضيع تانية بتكون منا يعني مناسبه او منا مفيده. كل شيء بالحياه معرفه، مشان هيك لما بتعرفي السيستم تبع الفلك كمان بتزيدي الى معرفتك معرفه، شرط ما تكوني يعني عبده لهالمواضيع، تصيري انه لا انا اليوم قالوا لي انه يمكن يصير في خناقه زوجيه بتخنق مع جوزي، لانه بكره في وعديني بشي جديد، بركي بيجيها جديد. نعم. او بصير يعيش على امل انه مثلا تتحقق هالامور. ما في، يمكن يكون يعني يمكن يسبب مشاكل، لانه لا. يعني بصير واحد يعتل هم او يعيش بهوس هالكتاب او ينطر اشياء يمكن تصير يمكن ما تصير. لا ليك، لما بتكوني انت موضوعيه بالقراءه ما بتكون ناطره انه بده يصير مين، بتقولي في توجه هيك وفي هيك، احتمالات. الكتاب بيعطيكي امل والامل بخليكي تعيشي، لما بتعرفي انه هي فتره ضاغطه، بس ورا هالفتره الضاغطه اذا تخطيتيها بتقدري توصلي لحال تتفائلي، ما بتكوني انت متضايقه انه من هالموضوع، بعدين بتعرفي انه دائما في حلول بالاخير، يعني انه ما في مشكله ما لها حل، ما في نزله الا قبلها طلعه. بالحياه الانسان لازم يتفائل ولازم يقبل، يتفائل من مال ويقبل كمان يعني تقلبات الدهر بنسميها من مال ثاني، بس تكوني توصل لهالنضج من معرفة الحياة والفهم، ما بيعود يأثر عليك القصص السيئة كتير، وكمان ما بتعود الأشياء الحلوة كتير تفرحك كتير، تخف. ماجي فرح، صينيا السنة هي سنة القرد. نعم. شو يعني هيدا الشيء؟ وقد ايه الأبراج الصينية بتأثر بركي مثل الأبراج الغربية على مجرى حياتنا والأمور؟ هي مش الأبراج اللي بتأثر، هي دراسات معينة بتقول بتحكي عن هالسنة من منطلق معين، دراساتهم لألون يعني. بالسنة القرد كمان هي سنة المفاجآت وسنة الصراعات. نعم. رح بلش اقول انه حميان السنة، يعني بين القرد وبين التوقعات العامة. هو بتعرف القرد مش هين يعني. طبعا. سنة القرد بتحمل احداث لا تنتسى عادة، بتعطيك سنة مصرية وتاريخية مثل ما عم نشوف بالكتاب. هي سنة الانهيارات بالاسواق المالية، صدمات والخسائر. في اغتيالات سياسية عادة بترافق سنة القرد. وفي اوضاع صحيه متردية، في اوبئه رح نسمع فيها السنة. كمان تتزامن. حكيت انت هالسنه عن اوبئه السنه الماضيه، حكينا عن الوباء وكان السارس اللي صار السنه كمان رح تسمعوا في سنه صار في انفلونزا قويه، كانت سنه اليورانيوس بالحوت. يورانيوس هو كوكب المفاجآت والحروب. الحوت هو رمز ديني ورمز روحي، ما يعني انه في حروب قد تكون حروب دينيه في العالم السنه، للاسف يستفيد منها المغردون
طبعاً. يستفيد منها يعني السيئون، بس إن الوظف فيها البريئين، الناس اللي بيفكروا إنه عم بيعملوا منيح، إنه عم بيعملوا حروب من هالنوع، فكروا إنه عم بيفيدوا، عم بيفيدوا، هن عم بيكونوا ضحية مؤامرة عليهم، عم بينفذوا مؤامرة وحكمتهم. هيك هذا الخوف، خوف من هذه الحروب. ونحن نعرف إنه بالعالم أشد الحروب وطأة وأكثر تظلما وأكثر شراسة هي الحروب الدينية بالعالم. طبعا صحيح. ممكن تكون هالسنة وممكن تكون أجواء كتير مبلبلة، وللأسف هالعام بيحمل هالانقلابات وعلى بعض القادة والمسؤولين المعتدلين. هذا الخوف طبعا. بعد في عنا توقعات كتير وناطرين منك كتير تفاصيل يعني عن الأبراج بالتحديد. رح نتوقف لحظات قليلة معك ومع المشاهدين مع بريك إعلاني، ونرجع نكمل حديثنا نحن وياك يا ماجي فرح. نطلق إمبيريال ليذر الجديد يحتوي زيوت طبيعية بنسبة 84% ليطلق الرغوة. رغوة؟ إمبيريال ليذر الجديد، أطلق الرغوة. بتلي أوتو هالأسبوع حلقة خاصة عن دبي موتور شو 2003. كل السيارات الموديلات وأحداث هالمعرض بتشوفون بتلي أوتو هالجمعة 4:30 بعد الظهر جي أم تي، 7:30 بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. هذا البرنامج برعاية نيسان. أشخاص تميزوا بمختلف المجالات استلموا جوائز الميوركس دور. شكراً للبنان الخير والمحبة. أشكركم وبتمنى طول العمر للجميع. أنا مبسوطة قوي وسعيدة، حاسة إني في أجمل أيام حياتي. 2003، مين هن الأشخاص اللي رح يستحقوا جوائز الميوركس دور؟ حفل توزيع جوائز الميركس دور 2003، سبت 6:30 المساء جي ام تي، 9:30 بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. ضمن بطولة كأس الخليج 2003-2004 بالفوتبول، ترقبوا الإمارات ضد قطر 1:05 بعد الظهر جي ام تي، 4:05 بتوقيت السعودية مباشرة على الـ LBC الفضائية اللبنانية. هذه المباراة برعاية أمريكانا، أمريكانا عربية 100%. نرجع معكم مشاهدينا تنكمل حلقتنا من تي تايم. بعرف انكم كثار ناطرين تتابعوا شو رح بتقول ماجي فرح لليوم بحلقتنا. ماجي فرح، نرجع نرحب فيكي مرة تانية بتي تايم. أهلا وسهلا فيكي وينعاد عليكي. رح نرجع للأبراج، بس عندي سؤال. كنا عم نحكي قبل البريك عن التوقعات، او صينيا كنت عم تحكي عن سنه القرد. ممكن انه بفرد سنه يصير في يمكن تناقض بين الابراج الصينيه والابراج العاديه، وشو بيصير بهيك حاله؟ مظبوط. عاده لا، عاده في بتلاحظي في تناغم اذا بتدرسي عملتوا حاولت تدرسوا. نعم. شوف السنه الصينيه شو بتقول ووضع الفلكي.
لانه اليوم هالسنه يعني اثنيناتهم متشائمين وفي مشاكل. اثنيناتهم متشائمين، هلا في اوقات، في اوقات بتحس انه في شغله عنصر بغير من السنه الصينيه بتعطيكي اكثر تفاؤل عن السنه، عن الدراسات الثانيه، بس بالاجمال بتشوفي انه في كثير انسجام، كانه في دراسات على عن السنين، عن السنين. برايي انه كل 12 سنه بيرجع الدوره هي ذاتها، يعني اللي صار معك من 12 سنه ممكن انه السنه يرجع تستعيدي او ترجع تعيشي. صحيح، يمكن انه الابراج الصينيه كمان حسب سنه الولاده، مش حسب الشهر، واليوم جنيك بيختار بحبوها فضلوا. بحب يقولوا شو برجهم الصيني لانه دغري بتعرف قديش عمره. انا بعرف انه هلا يمكن كل الناس ناطرين لنبدا مباشره بتوقعات الابراج، برج البرج، يمكن دائما اكثر المحظوظين هن مواليد برج الحمل لانه بنبلش فيهم، فشو بنقول لهم لمواليد برج الحمل السنه محظوظين بال 2004 ولا مش هن المحظوظين اكثر شيء السنه، مع انه سنه عندهم كمان مصيريه للحمل. المحظوظين السنه هن الاسد والثور. العذراء منيح، الجدي برج كمان السنه جيد خاصة أول 8 أشهر، العقرب كمان سنته جيدة، عم نقي اللي أكثر شيء فينا نقول السنة بالإجمال جيدة. عم بطلع فيك أنا متخيل الجوزاء والميزان. عم تخزنيني. لا خبركم هلا عن الجوزاء والميزان بس شوي شوي. يا بنبلش بالبلش من الآخرة، بنبلش من الآخرة، آخرة أحسن من أولها. خلينا نبلش على كل حال ببرج الحمل، كيف رح تكون السنة؟ هيدي فينا نقول سنة المعارك، الحمل سيخوض المعارك هذه السنة، وسنة بينهي مرحلة ليبلش مرحلة تانية. في سنة حسم عند الحمل، لن يستطيع البناء إذا لم يهدم، يعني هالسنة رح تكون رح يضطر لهدم أو لنهاية معينة بحياته لحتى ينطلق إلى جديد آخر. كتار من الحمل رح يسافروا ينقطعوا من مكان ويروحوا إلى مكان آخر، ورح يفارقوا بعض الناس أو يتركوهم، أو ناس خيبوا ظنهم رح يحسوا حالهم منه مرتاحين حتى ولو ذهبوا إليهم أو كانوا معهم في مكان، حيرجعوا يقطعوا هذه الصلة. على صعيد ماجي، يعني على صعيد العاطفي، العمل، المعارك، على كل الأصعدة، على صعيد حياتهم الشخصية. حياتهم الشخصية بس فينا نسميها عند الحمل سنة الخيارات الكبرى. عندهم مفترق طريق، كتار منهم عندهم خيارين وبلش هالخيار، كتار من الحمل بلشت هالأجواء يعيشوها هلأ، بشوفوا أنه رح يعيشوا بعض العراقيل، رغم انه الخيارات كبيره قدامهم، خاصه بين شهر اذار وشهر اب، بين الشهر الثالث والشهر الثامن رح يكون عندهم عراقيل بدهم يجتازوها، ولازم يكونوا واعيين لهذه العراقيل، يجتازوها بدون تحديات كبيره، بهدوء وبمحاوله ايجاد قواسم مشتركه. في خلافات قديمه شخصيه رح يقلبوا عليها الصفحه من دون ما يعلقوا. الحمل مقبل إلى مرحلة جديدة، حتى ولو هلأ منه مصدق أنه هو أمام جديد، إلا أنه سيرى أن الجديد آت إليه، وقد يكون له علاقة بدراسات، بتخصص أو بسفر. بعد آب هالجديد والتفاؤل رح يرجع، قد تكون قبل يبلش هالأجواء يعيشها عندما يعيش العراقيل متزامنة يمكن مع هالدراسات أو السفر، أو تتخطاها بها الفترة يلي هي رح تكون فترة كتير خاصة بين أذار وآب. رح نشوف إنه في كتار السنة فترة بين أذار وآب هي فترة مميزة عندهم، أو فترة مهمة ودقيقة. قد تكون سيئة على البعض كمان، أو خطيرة وصعبة، وقد تكون جيدة أو على البعض تكون درس. على كل حال ما في شيء بيعذبنا إلا بيخلينا ناخد درس. دايما نحن امام التجارب، هي المعلم تبعنا، اذا ما بنمرق فيها ما بنوصل لمحل بحياتنا. مشان هيك هالفتره حتكون كثير صعبه على البعض، نذكر منهم القوس، العذراء، اقل عذراء من القوس، اكثر شيء القوس والجوزاء رح تكون الفتره دقيقه، والحوت، ولا رح نقول لهم شو لازم يعملوا بهالفتره. هلا عنده الهام كبير الحمل، بس جوبيتر موجود بالعذراء، يعني المفروض يكون هو كثير متروي وكتير منظم، بيحذروا من الشراكة في الأعمال لما جوبيتر بينتقل على الميزان ب 26 أيلول، لأن بيصير بمواجهته ميزان هون والحمل بوجهه، بس يكون في عندك كوكب بوجهك، يعني كل مواجهة هي مواجهة دقيقة، يعني يلغوا موعد الشغل أو لا ما يعملوا شراكة، ما يمضوا على شيء بعد أيلول، فيهم يمضوا قبل أيلول، لازم يدققوا كتير بهالموضوع. عندهم ساتورن بالسرطان،
يعني بمربع مع برجهم بحذرهم من فراق. فراق يعني بدهم يمكن يبتعدوا عن محل مثل ما قلنا، وكمان ساتورن بده يعطيهم بالصحة. هلا إذا خلقانين بين 21 و28 آذار اللي أول البرج، يعني هن أقل تأثرا بساتورن، أكثر متأثرين بساتورن اللي كان عمرهم بينقسم على 7، يعني 7 14 21 35 42 49 57 إلى آخره. كل هالأعمار من الحمل بهالوقت لازم ينتبهوا أكثر من مشاكل عائلية بحياتهم العاطفية. في جديد، نعم، هلا يمكن يزعلوا بس في جديد بدهم يغيروا، ما بعرف شو بده يصير معهم. ممكن يكون جديد بنفس العلاقة ولا لا؟ جديد قصدك كيف هذا يعني؟ لا كيف إذا عرفوا بالسنة الماضية فراق، نعم، السنة في عندهم علاقة جديدة. إذا علاقتهم كانت سيئة السنة رح يقفلوا الباب، رح يعتبروا إنه هالسنة هي سنة حسن. بالحالتين منيحة لك؟ إيه بالحالتين في شيء بده يقفل الباب على الماضي. هلا هي منيحة، منيحة الكل اللي قالوا، مش منيحة للي بحبوهم. لو بحبوهم ما بيعذبوهم. حلو، برافو، بيستاهلوا يعني. قلت لك بالحالتين منيحة، تنبصوا مني وليد الحمل. هلا فينا نقول إنه 25 أيلول موعد جديد، انعطاف كبير، كثار منهم بيستقطبوا ناس مشهورين ونافذين، وممكن يصير في زواج مهم. بس بقول للحمل 2004 غير مناسب للزواج. إذا حابين يسمعوا يأجلوا سنة، هي ما إيه يعني، إذا صار في بدهم يتزوجوا مثلا كانون الأول خليهم لكانون الثاني. عم تحكي عن الرجال ولا النساء؟ اثنين هون، ما في تمييز بالبرج أبدا، بالفلك ما في عنده تمييز، لأنه مثلا امرأة الميزان غير رجل الميزان بالكاركتير بالطباع، لأنه بالطباع يعني بتشوفيه حلو عند الرجل يمكن تشوفيه أقل جمال عند النساء، مع أنه أنا ما بفرق بقول أنه الطبع لازم يكون طبع الانسان بالنسبه له. في خطوط عريضه انه الرقه فيه. عند المراه حلوه طبعاً. حلوه عند الرجل، نعم، والشخصيه القويه حلوه عند الرجل حلوه عند المراه. القويه ما بعني فيها الفاجره، بعني الشخصيه المسؤوله. الوعي عند المراه حلو عند الرجل حلو، صحيح، والاتزان عند المراه حلو، الحنان عند الرجل حلو عند المراه حلو. ما بشوف انه الرجال لازم يكون قاسي والمراه حنونه. ماجي انا بدي استفسر عن شغله، وقت اللي بتقولي بركي انه مش محبذ الزواج بالنسبة لمواليد الحمل هالسنة، شو ممكن يصير؟ فنقول يعني نحن في اثنين خطبين ومحددين بركي فترة الزواج أو التاريخ، شو الإربكات الفلكية ممكن تخلق لهم؟ إحصائياً بيقول لك إذا كان في وضع الفلكي لا يناسب بعض الأشخاص للزواج، بالإحصاءات يعني من 100 حالة زواج ممكن إنه تفشل حالات زواج، يعني كثير، ممكن 70، ممكن 75، ممكن 80، هي إحصائياً. مشان هيك بقول غير محبذ، يعني بالإجمال الوضع الفلكي لا يناسب حسب دراسات واحصاءات قديمه. يعني مش انه نحن عم نحذر وبنقول لهم هيك وانتبهوا اذا تزوجت رح يصير لك هيك، لا، بنقول بالاجمال اذا انت بدك تلتزم بالاكثريه بالاحصاءات الاكثر، بنقول هالسنه غير مناسبه. نعم، يا لا يتم الزواج يا بيصير في مشكله اذا بدك تتزوج. في ممكن لطريقه انه بيستحيل الزواج، يا بيصير في مشاكل متزامنه. على رايي يمكن متزامنه. بالنسبة لبرج الثور صار فينا ننتقل له هلا؟ بنقول له انه مبروك. سنة الثور اكيد، الثور والاسد، مع انه في فترات مش منيحة، بس هي سنة مميزة بحياة الثور. جوبيتر في العذراء حظ للثور في المال. الثور يحقق هذه السنة أرباحا قد لا يصدقها في بعض الأحيان. وهذا يلي بيخلي الثور السنة يتفوق على الآخرين بهالمجال. عنوان السنة عند الثور التغيير. على كل حال مواليد الثور أكثر أشخاص بيعرفوا يعملوا مال، أكثر أشخاص عندهم حظ في المال بالإجمال. إذا بتشوف بين التجار والاقتصاديين ورجال المال إذا بدك تسميهم، عمل إحصاءات بتلاقي أكثرهم من برج الثور. في الإعلام أكثرهم ميزان جوزاء ودلو، ميزان جوزاء ميزان. بس موجودين الدلو أكيد، أكيد موجودين حوالينا الدلو، ما حدا في يقول لا. مثلا طيارين، بتعرفوا مين اكثر ناس بيعملوا بينتهنوا من الطيران بيحبوا يطيروا؟ قوس. هن ابراج النار بالاجمال، انما شوفوا احصاءات بالطيران، القوس اكثر ناس بيحبوا ان يكونوا بهالمهنه، مهنه الطيران. مخرجنا ببرج القوس كمان بحلق فينا، بحلق بكل دول العالم. القوس بده يطير، بدك ما بيقدر يقعد، بده يطير، بده يحلق، بده يفتح افاق كثيره. غير مثلا السرطان،
يلي بحب المنزل والبيت والحديقة. هل هالشي بيعني إذا شخص مثلا من برج القوس وحب يشتغل بمجال الإعلام ما بينجح؟ لا لا مش يعني ما بينجح، عمقول قدي إحصاءات الأكثرية اللي بيميلوا إلى هذا العمل فيهم ما ينجحوا كمان. نعم. فيكون ناجح فيكون ميزين وما ينجح طبعا فيكون. نعم. شو ما كانوا ما ينجح أي برج، بس هن بيميلوا يختارون هذه المهنة. مثلا بتقلك بالأبراج المائية اللي هي العقرب والحوت والسرطان، والسرطان. أكثر اللي بيشتغلوا بمجال العسكري هن من هالبرج. أكثر الحاكمين اشتغلوا عسكر بالعالم، حكام العسكريين إذا بدك، إذا بتعملي إحصاءات بالعالم رح تشوفي إنه كانوا من برج العقرب. الفنانين والسياسيين. السياسيين أكثرهم بيكونوا نار وهواء، بحبوا النار وأوقات الماء، الماء كمان موجودين بالسياسيين مش بعاد عنا. يعني فيك تشوفيهم، مش بتشوفي الحمل، بتشوفي كثير حمل، أسد بتشوفيهم بالسياسي، والهوى مثلا الدلو بتشوفي بالسياسي، بتشوفي الميزان كمان يهوى السياسي، بس كل واحد بيهواها على طريقه. في ناس بيهوى حتى يكونوا عم بي ظهوري بيعلموا، مثلا الهوى بحب السياسي لأنه بده يكون القائد المعلم، النار بحب السياسي لأنه شوي عنده نوع من الأنا يلي بحب فيها الصورة تجي عليه. كل واحد عنده سبب. حدا بحب السياسة لخدمة الناس ليه؟ من هالمواليد الحقيقة هن قليل، هن قليل لأنه يلي الطريق بتوصلك لهالمجال مش هي زيت الطريق يلي أنت بتعوزها، حتى مش زيت الأسلوب بدك إياه حدا بيحكم الناس مثل ما لازم، بس مش يعني ما في في رسل كمان. أنا بقول كل شأن عام هو عمل يعني رسولة. هلا مش كل الناس رسل الحقيقة، مش كل الناس بفتشوا عن الخدمة العامة. الفنانين ماجي أي عادة؟ الفنانين كمان هوا ومي أكثر. الإداريين والمال، إدارة المال والقيادة الصامتة هن التراب. روحوا فتشوا عن كل اللي بيشتغلوا بالأمور المالية بتشوفون ثور عزراء وجدي وهدول الأشخاص بيشتغلوا بصمت، يعني مش خبثة لا. نعم. ما اطلعوا فيه، مش عبول عنه هيك. لا ما هيك قصدنا. مش هيك قصدنا. بيشتغلوا بصمت. نعم. يعني عادة هني أشخاص، خاصة جدي بيمشي عمهله ما بتحسي فيه. تكون أنت عم تتسابق، إذا أسد أنت أو هوا أو برج هوائي. أنا بخبر خبري أبدا. إنه بدي مشروع، تبقى كل مشروع ضاجه أنت مش عملتيه. بعدين عم بتخطط. ما بتعمليه بكونوا هن عملوه خلصوه وخبروا. بنعملوه قبلك إيه معفي. يا شو عارفه تفكر؟ ما بخبرك. في امور هيدا انت جوزاء، انت هوا. الهوا يتحدث عن شؤونه، يتحدث عن احلامه. التراب لا يتحدث عن احلامه وشؤونه بسهوله. واذا بده يتحدث بيعرف عن شو، عن اي جزء. الجزء الثاني بضل عنده مخبى، خاصه الجدي مثلا. جدي يصل الى الرئاسه ما بتحس انه وصل، ما بتعرفي كيف يعني بكل صمت. والرئاسة في مش عم بحكي الرئاسة يعني بالجمهورية، فيكون رئاسة بمركزه في عمله أو قيادة، أو بتحس الجدي يصل وعادة عنده حظ بالوصول عادة. مثلا الثور يحقق الأموال، بتعرفي بالأبراج أنه الثور الوحيد أو القليل إذا بتاخذ إحصاء، ما في ثور يحتاج إلى المال، يستطيع أن يصل إلى أهدافه المادية بكل الطرق اللي هو بتوصلها. مين أفقر برج إذا الثور أغنى برج؟ ما في شيء بالإجمال. أقل حظ يمكن أو أقل. مش حظ، أنت تسعي، حظك كمان حيث تسعين، يعني أنت وين تسعي؟ بس في ناس أوقات ما كتير بيسعوا والحظ بيكون دايما بحلفهم بكل حياتهم. في ناس. وفي ناس قد ما يركضوا ما عندهم حظ، يعني نسمع الجملة وقت ما عندهم حظ. وقت تخلقي مثلا. هلا هني بيقولوا المحظوظين بالحياة بالإجمال، بالإجمال عم نحكي مواليد القوس، لأنه جوبيتر هو كوكب. بيقول لك قوس عادة محظوظين، عندهم حظ، يعني الحظ يخدمهم وما كثير بيسعوا يعني يعملوا. منهم أشخاص كثير صريحين القوس، وأشخاص بي 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 بينطروا الفرصة يمكن. القوس أشخاص بيقولوا